بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس Data Communications and Networking. كنا وقفنا المحاضرة السابقة عند الفرق ما بين الباند باس شانل والبيز باند شانل، وقلنا إن البيز باند شانل كانت القناة اللي بتبدأ من أول زيرو، يعني بتمرر ترددات من خلالها بداية من زيرو هرتز لغاية F2. أما الباند باس شانل زي ما هو واضح في الرسمة اللي قدامنا بتسمح بمرور ترددات بداية من F1 إلى F2، فمعنى كده إن هي ما بتعديش الترددات القليلة، بتعدي ترددات معينة في حيز ترددي من أول F1 إلى F2. القناة بتاعتنا مثال عليها الفري سبيس شانل، القناة اللاسلكية. لذلك لما نحب نبعت ديجيتال سيجنال على قناة لاسلكية اللي هي نوعها باند باس شانل، لازم نحول الإشارة بتاعتنا الديجيتال إلى إشارة أنالوج، لأن الإشارة الأنالوج بتبتدي الترددات بتاعتها من أول F1 إلى F2، فبتكون زي الحيز الترددي الخاص بالقناة، فبتسمح بمرور الإشارة كلها من السورس للريسيفر أو من الترانسميتر للريسيفر. عملية الموديوليشن هي العملية اللي بيتحول عن طريقها الديجيتال سيجنال إلى أنالوج سيجنال، وعملية الموديوليشن بيحدث فيها ضرب لقيمة الديجيتال سيجنال لإشارة تانية بنسميها الكارير، واللي عن طريقها بتتحول الإشارة بتاعتنا لأنالوج سيجنال زي ما هو واضح في الرسمة اللي قدامنا. بس القيم بتاعة الأنالوج سيجنال بتماثل القيم بتاعة الديجيتال سيجنال، بمعنى آدي الوان مثلا اللي في الديجيتال سيجنال فبيقابلوا قيمة عظمى لقيمة الكارير أو إشارة الكارير اللي بينضرب فيها الديجيتال سيجنال. بالتفصيل هنتكلم عن عملية الموديوليشن بعد كده بإذن الله في أثناء دراستنا للكورس. وزي ما بيحصل تحويل للديجيتال سيجنال إلى أنالوج سيجنال عشان نخلي تردد الإشارة يبقى من F1 إلى F2 زي وزي القناة، فبيحصل العملية العكسية عند الريسيفر، يعني بتتحول الأنالوج سيجنال إلى ديجيتال سيجنال عن طريق عملية اسمها دي موديوليشن. مثال عملي على عملية الموديوليشن زي اللي بيحصل عندنا في المودم. جهاز المودم هو أحد الأجهزة اللي بتكون موجودة في البيوت، واللي عن طريقها بنبدأ نحمل أو نبعت إشارة الإنترنت أو إشارة الديتا عن طريق خطوط التليفون. اللي بيحصل إن جهاز المودم بيعمل موديوليشن للإشارة الديجيتال اللي جاية من جهاز الكمبيوتر مثلا، ويحملها على كارير معين أو إشارة معينة علشان تقدر تمشي من خلال الكابل الكبر اللي واصل من الـ 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 البيت لغاية أقرب سنترال. وبيحصل العملية العكسية لما الإشارة تيجي من شبكة الإنترنت للكمبيوتر، بيحصل دي موديوليشن، واللي بيعمل كده طبعا هو برضو جهاز المودم. لذلك كلمة مودم اختصار موديوليتور دي موديوليتور. الجزء الجديد في شابتر 3 بيتكلم على الترانسميشن امبيرمنتس. معنى كلمة ترانسميشن امبيرمنتس هي المشاكل أو العيوب اللي بتحدث على الإشارة أثناء نقلها في القناة، وعندنا 3 أنواع رئيسية من المشاكل أو العيوب دي. أول نوع بنسميه attenuation، والتاني distortion، والتالت النويس. هنتكلم بالتفصيل على الـ3 أنواع من الـ impairments، ونبدأ بالـ attenuation. الـ attenuation أو بالعربي الاضمحلال، معناه ببساطة هو فقدان في قيمة الإشارة أو في الإنرجي بتاعة الإشارة أثناء مرورها في القناة نتيجة مقاومة القناة أو الريسيستنس بتاع الكابل بتاعنا أو الوسط الناقل أو القناة. علشان نعوض الاتينيويشن أو الإضمحلال دوت ممكن نستخدم جهاز أمبليفاير، واللي بدوره هيقوي الإشارة بعد ما حصل لها اضمحلال. واضح في الرسمه اللي قدامنا ان الاوريجينال سيجنال بالمنظر دوت
بعد ما مشيت في الترانسميشن ميديم او في القناه قيمهم قلت، قيم الاشاره قلت نتيجه لمقاومه الوسط او الريسيستنس الخاص بيه الميديم. علشان نزودها تاني ممكن نمرر الاشاره عن طريق على جهاز امبليفاير او دايره التكبير، واللي بتعمل امبليفيكيشن للسيجنال عشان ترجعها لقيمتها الاصليه او تبقى اكبر كمان من قيمتها الاصليه. عشان نقيس مدى الاضمحلال او الفقد اللص او مدى التكبير بنستخدم الديسيبل دايمنشن او وحده قياس الديسيبل، اللي هي ببساطه 10 لوج تو بيس 10 الباور عند الريسيفر او النقطه التاليه على الباور على الترانسميتر، يعني 10 لوج تو بيس 10 بي 2 على بي 1. القيمه هتطلع بالديسيبل. مثال تاني على طريقة حساب الاتنيويشن، لو عندنا الباور بي 2 اللي هو عند الديستنيشن او عند الريسيفر هي نص بي 1، فازاي نحسب الاتنيويشن؟ نفس الكلام، هيبقى 10 لوج تو بيس 10 بي 2 على بي 1، وبي 2 على بي 1 بيساوي 0.5 او نص. في الحالة دي هيبقى 10 لوج نص بماينس 3، ماينس 3 من 10، يبقى الاتنيويشن كله ماينس 3 ديسيبل. نفس الكلام لو عندنا بي 2 بيساوي 10 بي 1، يعني في الحاله دي في جين، في كسب، هيبقى قيمه الاتنيويشن بالبوزيتيف، بمعنى ان لو عندي قيمه الاتنيويشن بالنيجاتيف بالماينس يبقى دوت لوس فقد، اما لو قيمه الاتنيويشن بالبوزيتيف زي المثال اللي قدامنا هيبقى القيمه دلوقتي او الاتنيويشن عباره عن جين او عباره عن كسب. استخدامنا لقيمه الديسيبل هتخلي فيه سهوله في حساب الاتنيويشن الكلي او الجين الكلي او اللوس الكلي على مستوى المسار، بمعنى لو انا عندي من بوينت 1 لبوينت 2 في لوس بقيمه ماينس 3 ديسيبل، والامبليفاير طبعا بيعمل لي جين وليكن ب 7 ديسيبل، وفي لوس تاني بعد الامبليفاير وليكن بماينس 3 ديسيبل. في الحاله دي يبقى المسار كله هجمع ماينس 3 بلس 7 ماينس 3، يطلع عندي الاتنيويشن على مستوى المسار كله قيمته ب بلس 1، يعني جين بمقدار بلس 1. في عندنا دايمنشن تانية اسمها دي بي ام، ديسيبل ام. ام هنا جاي من ملي، وده في حال لو قيم الباور قليله فممكن اقسم على 1 ملي وات او استخدم الدايمنشن بتاع 1 ملي وات. على سبيل المثال لو عندنا مثلا قيمه الباور بتاعتنا وليكن 5 ملي وات، يبقى قيمتها بالديسيبل 5 ملي وات على 1 ملي وات، واجيب اللوج بتاعها تو بيس 10 واضربها في 10. لو عايز اقلب المساله، لو انا عندي مثلا الدي بي ام بماينس 30 يبقى قيمه الباور دي كام؟ يبقى ماينس 30 بيساوي 10 لوج تو بيس 10 بي ام، حيث الباور هنا بالملي وات. هقسم ال 30 على 10 واجيب البي ام عن طريق ان انا ارفع الماينس 3 لاس 10، يعني 10 اس ماينس 3، هيطلع عندي قيمة E الباور B الملي وات. مثال تاني على استخدام الديسيبل او الدي بي ام الاتنين سيان في حالتنا، لو احنا عندنا مثلا كابل طوله 5 كيلومتر وكل كيلومتر فيه بيبقى فيه لص قيمته ماينس 3 ديسيبل، يعني ماينس 3 ديسيبل لكل كيلومتر. في الحاله دي يبقى الفقد الكلي كام؟ هنضرب ماينس 3 من 10 ديسيبل في 5 كيلومتر، يطلع الفقد الكلي او الاتنيويشن الكلي بماينس 1.5 ديسيبل. عشان نطلع بقى قيمه الباور عند الديستنيشن، المعادله بتاعتنا ال 10 لوج تو بيس 10 بي 2 على بي 1، وبي 2 والقيمه كلها بتساوي ماينس 1 اس زي ما حسبناها، يبقى بي 2 على بي 1 بيساوي 10 اس 0.15، هتطلع 0.71. هضرب بي 2 او بي 1 في 0.71
اللي هي قيمتها ب 2 ملي وات زي ما مديني في المسألة، يطلع عندي في الحالة دي البي 2 او الباور عند الديستنيشن ب 1.4 ملي وات. ده بخصوص الاتنيويشن. اما الامبيرمنتس الثانيه او المشكله الثانيه اللي بتحصل للاشاره اثناء نقلها في القناه اللي هو الديستورشن او التشوه. ليه بيحصل ديستورشن؟ في حاله ارسال كومبوزيت سيجنال بيكون في اكتر من مكون للكومبوزيت سيجنال، وقلنا الكلام دوت قبل كده. كل مكون بيكون له فيز مختلف وتردد مختلف وقيمة مختلفة. بما ان عندي ترددات مختلفة، فالبروباجيشن او انتشار السيجنالز في القناة بيكون مختلف لكل اشارة، فبالتالي بيكون الفيز الخاص بالاشارات مختلف عند الديستنيشن، لان كل واحدة بتقابل بروباجيشن سبيد او بتستخدم بروباجيشن سبيد او سرعة انتشار مختلفة، لان ليها خصائص مختلفة زي التردد وهكذا. فبالتالي بما ان الاشارات دي بتوصل بفيزس مختلفة وبسرعة انتشار مختلفة، فبالتالي بيكون في تشوه للإشارة المستقبلة مقارنة بالإشارة المرسلة. الامبيرمنت او المشكله الثالثه اللي بتحصل للاشاره اثناء نقلها في القناه اللي هي الضوضاء او النويز. النويز عباره عن سيجنال غير مرغوب فيها بتنضاف على الديزايرد سيجنال او على الترانسميتد سيجنال، فبتغير شكلها عند الريسيفر. ايه انواع النويز المختلفه اللي بتضيف لي unwanted signal او اشارة غير مرغوب فيها على الترانسميتد سيجنال؟ اول نوع من النويز بيسموه thermal noise او الضوضاء الحرارية. الثيرمال نويز بتكون نتيجة للحركة العشوائية للالكترونات جوه كابلات النحاس او الكابلات المستخدمة. الحركة العشوائية دي بينتج عنها اشارات عشوائية بتنضاف على الترانسميتد سيجنال. اما النوع الثاني من النويز اللي اسمه الانديوسد نويز او الضوضاء المستحثه، ودي بتحصل نتيجه تاثير اجهزه موجوده بقرب الكابل اللي فيه الاشارات الترانسميتد. على سبيل المثال لو جبنا مواتير والمواتير دي موجوده جنب الكابل بتاعنا اللي فيه الاشاره اللي احنا هنبعتها، الموتور لما بيشتغل بيحصل منه emission electromagnetic waves، بيبث electromagnetic waves حواليه كأنه بالظبط أنتنة أو هوائي، والكابل بتاعنا بيعمل كأنه أنتنة مستقبلة، يعني بيتأثر بالالكتروماجنتيك ويف أو الموجة الكهرومغناطيسية اللي خارجة من الجهاز ده زي الموتور مثلا، فبالتالي بتولد لي نويز جوه الكابل بتنضاف على الترانسميتد سيجنال وتغير من شكلها. ثالثا الكروستوك. الكروستوك بيحصل امتى او ايه هو تعريفه؟ تأثير من اشارة ماشية في كابل على اشارة ماشية في الكابل اللي جنبه. يعني لو في كابلين والاتنين فيهم اشارات كهربية، بيكون في مجال كهرومغناطيسي بيحيط باول كابل بيأثر لي على الاشارة اللي ماشية في تاني كابل والعكس صحيح، بيسموا الافكت دوت او التأثير ده كروستوك. واخيرا الامبلس نويز، هي اشارة الباور بتاعتها عالية وبيكون وقتها صغير قوي، وبتحصل في اللايتنينج او لمبات الاضاءة، بتنتج من لمبات الاضاءة اثناء بداية تشغيلها او بكابلات الكهرباء. والامبلس نويز برضو بتأثر على الاشارة اللي ماشية في الكوابل النحاسية. علشان نقيس قدرة الإشارة مقارنة بقدرة النويز أو الضوضاء، عندنا مقياس اسمه signal to noise ratio،
ومن اسمه سيجنال تو نويز ريشيو، فهو عبارة عن حاصل اسمه متوسط الباور بتاعة الإشارة على متوسط الباور الخاصة بالسيجنال. وممكن نستخدم الأبعاد الخاصة بالديسيبل أو القيم الخاصة بالديسيبل عشان نوصف السيجنال تو نويز ريشيو زي ما استخدمناها قبل كده في الاتنيويشن. بمعنى ان السيجنال تو نويز ريشيو لو جبنا اللوج بتاعها تو بيز ان وضربناها في 10 يطلع السيجنال تو نويز ريشيو بس بقيمه الديسيبل. الرسم ده بيوضح تاثير النويز على الاشاره بتاعتنا. لو قيم السيجنال كبيره مقارنه بقيم النويز، ففي الحاله ده في الحاله دي السيجنال تو نويز ريشيو بتكون كبيره، تاثير النويز ما بيكونش كبير على الاشاره بتاعتنا. اما لو قيمه السيجنال قليله وقيمه النويز اشاره النويز كبيره، ففي الحاله دي بيكون عندي سمول سيجنال تو نويز ريشيو، وبيكون التاثير بتاع النويز على الاشاره كبير جدا لدرجه ان هو بيطمس ملامح الاشاره بتاعتنا. المثال اللي قدامنا بيعلمنا ازاي نحسب السيجنال تو نويز ريشيو. لو عندي الباور بتاعه السيجنال 10 ملي وات وباور النويز 1 مايكرو وات، بالتالي السيجنال تو نويز ريشيو حاصل قسمه الاثنين على بعض 10000 مايكرو على 1 مايكرو، دي مش ملي دي مايكرو، هيطلع في الاخر عندي 10000، دي قيمه الاس ان ار. لو جبت اللوج بتاعها تو بيز 10 تطلع 4، وفي الحاله دي لو ضربتها في 10 يطلع 40. طبعا واضح ان لو قيمه النويز صغيره جدا في الحالة ديت يعني 10 to 0 signal to noise ratio هتبقى infinity، وده طبعا ما هواش عملي. القيم العملية لازم يكون في قيمة الباور بتاعة النويز، وما فيش حاجة اسمها قيمة السيجنال بتبقى كبيرة قوي أو بتبقى infinity. الجزء الجديد اللي في شابتر 3 بيتكلم على كيفية حساب الداتا ريت ليميت. والداتا ريت المقصود بيها الـ number of bit per second المسموح بالانتشار أو بالإرسال داخل الميديوم. عندنا أكتر من طريقة نحسب بيها الـ data rate اللي هيمشي أو معدل الـ bit per second اللي هيمشي جوه الـ channel. أول طريقة بتستخدم لو القناة بتاعتنا noiseless يعني ما فيهاش noise، وطبعا عمليا ما فيش قناة ما فيهاش noise، لذلك الطريقة دي طريقة نظرية. الطريقة اسمها نيكويست فورمولا أو نيكويست بيت ريت، وهي بتعرف الماكسيمم ثيوريتيكال بيت ريت. وليه ثيوريتيكال؟ زي ما قلنا لأن مفيش قناة مفيهاش نويز. في الحالة دي أقصى بيت ريت يسمح بانتقاله داخل القناة بيساوي 2 في الباند ويث بتاع القناة في 10 في لوج تو بيس 2 ال، حيث ال ال هو النمبر اوف ليفلز الخاصه بالسيجنال، وكنا اشرنا لمعنى ال في المحاضرات السابقه. يبقى 2 في الباندويث في لوج تو بيس 2 ال يطلع عندي اقصى بيت ريت مسموح بانتقاله جوه القناه. هنلاحظ ان عندي هنا تناسب طردي ما بين الباندويث وما بين البيت ريت، ما بين السيجنال ليفل وما بين البيت ريت. بمعنى ان كل ما زادت الباندويث هيزيد البيت ريت المسموح بانتقاله داخل الكابل، وكل ما زاد النمبر اوف ليفلز الخاصه بالاشاره كل ما برضه زاد البيت ريت المسموح بانتقاله داخل الكابل. المثال بتاعنا بيوضح ان لو عندي باندويث قيمته 3000 هرتز وعندي في نفس الوقت استخدام ل 2 سيجنال ليفلز، يبقى البيت ريت بكام؟ 2 في الباندس اللي هو 3000 لوج 2 بيس 2 ل 2 اللي هي في الاخر 1، هيطلع عندي البيت ريت قيمته ب 6000 بت بير سكند. لو استخدمنا 4 ليفل هنلاقي البيت ريت اتضاعف، بقى عندنا 12000 بت بير سكند او 12 كيلو بت بير سكند لنفس الحيز الخاص بالباندوتس. مثال تاني بس مثال عكسي، لو عندنا البيت ريت 256 والباند ويث 20 كيلو هرتز، يبقى كام سيجنال ليفل هنستخدمهم عشان يطلع لنا الريت 256؟ هيطلع عندي
ال ال ب 98 وسبعة من عشرة ليفل، ولكن القيم دي قيم مش قيم عملية، لأن لازم ال ال تبقى ال 2 تو باور اكس، بمعنى ممكن تكون 2 او 4 او 8 16 32 64 128 وهكذا. ما ينفعش قيم ال ال تبقى ان بتوين القيم ديت. لذلك يا اما تبقى القيمة اعلى من 98 تبقى 128 ليفل، او تكون 64 ليفل. ولو حسبنا بنفس المعادلة هنلاقي ان لو طلع عندنا او لو استخدمنا 128 ليفل هيكون البيت ريت 280، ولو استخدمنا 64 هيكون الليفل البيت ريت بتاعنا 240 كيلو بالبر سكند. اما الطريقة التانية المستخدمة لحساب البيت ريت بنسميها تشانون كاباستي. ممكن نستخدم كاباستي او الماكسيمم بيت ريت الاثنين سيان. شانون ايكويشن بتستخدم في حاله القناه بتاعتنا نويسي، وهو بيحسب اقصى بيت ريت او الهايست بيت ريت او الهايست كاباستي للقناه بتاعتنا في حال وجود نويز. المعادله بتاعتنا الكاباستي او الماكسيمم بيت ريت بيساوي الباندويث لوك تو بيز 2 واحد زائد السيجنال تو نويز ريشيو اللي شرحناها من شويه. وفي حاله لو السيجنال تو نويز ريشيو قيمتها كبيره، فممكن نقرب المعادله دي علشان تبقى الكاباسيتي بيساوي الباندويث في السيجنال تو نويز ريشيو بالديسيبل على 3. لو قيم الاس ان ار كبيره هنلاقي ان نفس النتيجه في المعادلتين واحده. عندنا مثال بيقول لو السيجنال تو نويز ريشيو قيمتها زيرو في الحالة ديت يبقى السي بزيرو، يبقى السي كاباسيتي بزيرو، بمعنى ان لو النويز كبير جدا او السيجنال قليلة قوي في الحالة دي، مهما كان الحيز الترددي المسموح باستخدامه او اللي بينقل جواه الاشارات جوه القناة، هيكون النتيجة في الآخر صفر، يعني مش هعرف أبعت أي رسالة أو أي بيتس على القناة لأن عليها نويز عالية جدا. مثال تاني بيوضح إن لو الـ SNR قيمتها مثلا بـ 3162 يبقى السي بكام؟ يبقى الكباستي بتاعت اللينك أو بتاعت القناة كام؟ هضرب 3000 هرتز اللي هي الباندويث بتاع القناة في لوج تو بيس 2 1 زائد 3162، يطلع في الاخر عندي 34860 بت بير سكند او 34 كيلو و8 من 10 بت بير سكند. بما ان قيمه السيجنال تو نويز ريشيو كبيره، انا ممكن استخدم المعادله اللي قلناها اللي هي ان احنا نعمل اسمها للاس ان ار على 3 على طول بالديسيبل واضربها في الباندويث، هيطلع مثلا في المثال القادم ب 24 ميجا بت بير سكند باستخدام المعادله المقربه، ونفس المعادله لو استخدمناها هيطلع عندي برضو 24 ميجا بت بير سكند. ممكن نعمل كومبايننج للمعادلتين مع بعض، بحيث ان لو احنا دلوقتي عندنا قيمة السيجنال تو نويز ريشيو، ممكن نحسب منها قيمة الكاباستي او الماكسيمم بيت ريت. طب السيجنال اللي هنبعتها وعايزين نحقق بيها القيمة دي اللي هي على سبيل المثال 6 ميجا بت بير سكند، هيكون الليفلز بتاعت الإشارة دي كام ليفل؟ نستخدم عشان نحسب كام ليفل نستخدم معادلة ناكوست. ولكن بما إن الكاباستي اللي خارجة من معادلة شانون هي الماكسيمم ثيوريتيكال كاباستي، فعلشان يبقى الموضوع عملي المفروض نقلل قيمة الكاباستي بمقدار تقريبي، بمعنى إن لو الماكسيمم كاباستي بستة ممكن نستخدم عمليا 4 ميجا بت بير سكند في معادلة نيكوست، بحيث يبقى 4 ميجا بت بير سكند بيساوي 2 في الباندويث في لوج 2 بيس 2 ال، هيطلع ال ال المستخدمة في الحالة ديت ب 4. يبقى احنا علشان نحقق كباستي 4 ميجا بت بير سكند في بيئة فيها نويز
فيها سيجنال تو نويز ريشيو بقوة معينة، في الحالة ديت لازم استخدم السيجنال ليفل ايكوال تو 4. الجزء الأخير في شابتر 3 بيتكلم على النتورك بيرفورمانس، أداء الشبكة. عندنا أكتر من معيار نقيس بيه كفاءة الشبكة بتاعتنا أو كفاءة السيستم أو كفاءة الترانسميشن ميديوم. أول معيار عندنا هو الباندويث. كنا قلنا قبل كده إن الباندويث هو الرينج الخاص بالترددات الموجود في الإشارة الكومبوزيت بتاعتي، أو الرينج الخاص بالترددات اللي القناة بتسمح بمروره. وحدة الباندويث بيقاس بالهرتز. أما لو عندي ديجيتال سيجنال فأنا ممكن أقيس الباندويث بالبيت بير سكند، وفي الحالة دي ممكن نسميه كاباستي. تعريفنا ليه في الحالة ديت هو الماكسيم نمبر اوف بيت بير سكند اللي القناة أو اللينك تقدر تمرره من خلالها أو يقدر يعدي من خلال القناة. ووضحنا قبل كده إن بزيادة الباندويث بالهرتز للقناة بيزيد البيت ريت المسموح بمروره داخل القناة، وده واضح طبعا في معادلة شانون. وعندنا أمثلة كتيرة ممكن استخدامنا لخطوط التليفونات. يبقى مثال عملي ان لو خط التليفون الحيز بتاعه 4 كيلو هرتز فبيسمح بمرور بيت ريت بحد اقصى 56 كيلو بت بير سكند، ولو زاد الحيز الطولي للكابل النحاسي المستخدم في شبكات التليفون ممكن تزيد البيت ريت اللي ممكن تعدي داخل القناه دي او الكابل ده. المعيار الثاني اللي بيستخدم في قياس كفاءه السيستم او الترانسميشن ميديوم بيسموه الثروبوت. والثروبوت هو الداتا ريت العملية المرسلة داخل الكابل، بمعنى ممكن الكابل الماكسيمم داتا ريت اللي ممكن تعدي جواه تكون مثلا 1 ميجا بت بير سكند، بس عمليا جهاز الكمبيوتر اللي بيبعت على الكابل ما بيبعتش بالسرعة دي، بيبعت مثلا 500 كيلو بت بير سكند مش 1 ميجا بت بير سكند. فبالتالي ال 500 كيلو دول اللي هي السرعه العمليه اللي الكمبيوتر بيبعت بيها بيسموها ثروبوت. اما الماكسيمم داتا ريت او بنسميها الكاباستي اللي هي في الحاله ديت 1 ميجا، وممكن نسميها الباندويث لو هنقيسه برضو بالبيت ايه بالبيت بير سكند. لذلك عمليا الثروبوت بيكون اقل من الباندويث او اقل من الكاباستي، ايا كان هستخدم كلمه كاباستي او كلمه باندويث الاثنين واحد طالما بقيسها بالبيت بير سكند. تمام. على سبيل المثال، المثال اللي قدامنا بيقول ان النتورك الباندوس بتاعها، او ممكن نقول الكابل الباندوس بتاعه 10 ميجا بت بير سكند، يبقى ده اقصى حاجه، ده الكباستي، اقصى حاجه تعدي داخل الكابل او الشبكه او النظام دوت. بس عمليا احنا عندنا 12000 فريم في الدقيقه، وكل فريم جواه 1000 بت، يبقى احنا بنبعت قد ايه؟ بنبعت 12000 في 10000 بت وبقسم على 60 عشان هنا الايه بالمينت، يطلع عندي 2 ميجا. يبقى الثروبوت اللي انا بستخدمها 2 ميجا، في حين ان الباندويث الاقصى او الكباستي العظمى للكابل بتاعنا او الشبكه بتاعتنا بتبقى كام؟ 10 ميجا. يبقى كده يبقى عرفنا الفرق ما بين الثروبوت الاستخدام العملي او البيبر سكند المرسله عمليا او في وقتها، والباندويث او الكباستي الخاص بالديجيتال سيجنال او الباند سيستم بتاعنا اللي هي بتبقى بالبيت بير سكند وهي اقصى حاجه ممكن تتبعت على القناه. المعيار الثالث اللي بنقيس بيه البرفورمانس اللي بيسموه الديلي او الليتنسي اللي هو التاخير. والتاخير مقصود بيه الوقت اللي بتاخده الداتا او السيجنال علشان توصل من سورس للديستنيشن. عندنا اربع مصادر للديلي. اول ديلي البروباجيشن ديلي، الديلي اللي بيحصل نتيجه التاخير اثناء الانتشار، يعني الداتا اخذت وقت في الميديم
عشان تنتشر من نقطة A لنقطة B. أهو الوقت ده بيسموه بروباجيشن ديلي، والبروباجيشن ديلي بيتحسب عن طريق قسمة الديستنس أو المسافة بين الديستنيشن والسورس على البروباجيشن سبيد أو سرعة الانتشار. أما النوع التاني من الديلي اللي بيسموه الترانسميشن ديلي، والترانسميشن ديلي أو الترانسميشن تايم هو الوقت اللي بيضيع في إرسال المعلومة على الكابل. يعني لو أنا عندي فريم مثلا حجمه 1000 بت، والسرعة اللي ببعت بيها 1 ميجا بت بير سكند، يبقى الألف بت هيتبعتوا في وقت قد إيه؟ هيتم إرسالهم أو إنزالهم على الكابل في وقت قد إيه؟ نقسم الألف بت بتاعتنا على الباندويث اللي هو 1 ميجا بت بير سكند، يطلع عندي الوقت اللي هيستخدم فيه إرسال الألف بت دول. ده الترانسميشن تايم. ولو عندي أجهزة راوترز أو سويتشز، فالأجهزة ديت غالبا بيبقى عندها بفر أو كيو بتخزن فيه البيانات لفترة مؤقتة لغاية لما يحصل لها إرسال أو فوروردنج لإنترفيس تاني. فالوقت اللي هيضيع في وجود الرسالة في الكيو في الطابور أو في البفر اللي جوه الجهاز بيسموه كيوينج تايم. وآخر نوع عندنا بيسموه البروسيسنج ديلي، وده الوقت اللي بيضيع في معالجة البيانات، وده بيكون وقت ضايع داخل أجهزة النتورك زي السويتشات وزي الراوترز. مثال بيوضح البروباجيشن تايم: لو عندي المسافة ما بين نقطتين 12000 كيلومتر، وسرعة انتشار للسيجنال بتاعتي 2.4 × 10⁻⁸، في الحالة دي البروباجيشن ديلي أو البروباجيشن تايم بيساوي 12000 × 1000 عشان نحسبها بالمتر على 2.4 × 10⁻⁸، يطلع 50 ملي ثانية. طب لو عايز أحسب الترانسميشن تايم نفس المثال، بس بنحسب معاه الترانسميشن تايم كمان. الترانسميشن تايم بيساوي الطول بتاع الفريم على سرعة النقل على الميديوم اللي هي الباندويتس أو الريت بتاعنا. قايل لنا ان الرساله بتاعتنا 2.5 كيلو بايت، يبقى 2.5 في 1000، وبالبايت عشان احسبها بالبت يبقى هضرب في 8 وهقسم على سرعه النقل داخل الشبكه بتاعتنا اللي هي الباند بتاع النتورك اللي هي 1 جيجا بت بير سكند، يبقى حاصل قسمه 2.020 ملي سكند. طبعا في حاله لو السرعه اللي هبعت بيها قليله والفريم حجمه كبير، هلاقي قيمة الترانسميشن تايم أكبر بكتير من البروباجيشن تايم، وده بيبان في المثال القادم. إن لو عندي 5 وجنبها 6 أصفار، 5 × 10⁶ بايت، أضربها في 8 وأقسم على 10⁶، وده الريت الموجود عندنا في المسألة، يطلع عندي الترانسميشن تايم بـ40 ثانية مقارنة ببروباجيشن تايم اللي هو 50 ملي ثانية. بالتالي الترانسميشن تايم بيبقى على حسب سرعة النقل على الشبكة أو الباند بتاعها يعني، والبروباجيشن تايم بيعتمد على المسافة وسرعة الانتشار. الجزء الأخير عندنا أو المعيار الأخير بيتكلم على الباندويث ديلي برودكت. والباندويث ديلي برودكت بيبقى تعريفه أو الخارج بتاعه هو عدد البيتس اللي يملوا اللينك. عدد البيتس اللي لو بعت يملى اللينك وما اقدرش ابعت تاني الا اللي موجود في اللينك ما يخرج من الناحيه التانيه او عند الديستنيشن. ببساطه لو احنا دلوقتي عندنا معدل الارسال 1 بت بير سكند، ده الباندويث، والديلي بتاعنا 5 ثواني، بمعنى ان كل واحده بتتاخر بمقدار 5 ثواني، يبقى الباندويث ديلي برودكت كام؟ 1 بت بير سكند في 5 يطلع عندنا 5 بت. معنى كده ايه؟ ان اللينك ده لو عليه 5 بت يبقى اتملى، ما اقدرش ابعت عليه حاجه تانية الا ما اول بت تخرج من الطرف التاني. مثال تاني عشان نوضح البرودكت: لو عندي الباندويث 4 بت بير سكند والديلي 5 ثواني، كل بت تاخد 5 ثواني، يبقى الباندويث ديلي برودكت 20 بت، بمعنى ان 20 بت كافيين انهم يملوا اللينك وما اقدرش ابعت عليه حاجه الا ما اول بت تخرج عند الريسيفر.
بكده يبقى خلصنا شرح شابتر 3 في كورس Data Communications and Networking. أتمنى إن حضراتكم تكونوا استفدتم من الشابتر دوت ومن الشرح، ونراكم بإذن الله قريبا في شابتر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.